الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 34 باب كصدن يا فراد، باب الوصية بالنساء إن لي صدر دارمه إن لو ناجي ضمرك. أي باب يا هي؟ قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وناكل رضق مبويلها. وقال تعالى رب العالمين وحيري: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هو إنك إن عدالة أصميسان ما كري كرتان هذا سيك استأد دلاشان، فلا تميلوا كل الميل، لكن أن دانون هيصبورنا ميل هأجي سنين أو إلى شبه ذاك إلى نينا، وفتذروها كالمعلقة أو تي لغسي جسدي أو مدي كاللو جسدي تاميش اللغة تقع إن قطمد يود لسول لاد لاذي أو كال وحل سول لاد لاذينا إركان كما حرى دول كان سلك كما هيان لحذي تاقيه إيضنا لقنا ما هيستو لقسنا ما هيستو لحذي تاقنته. إلهي مركو حيرو إن تصلحوا أحداثها جاجسان وتتقوا إله أتكبق ذان، فإن الله إلهي كان غفورا رحيما وعليه دم بداف بضان نحريسنا بضان. ننتهي وحاءات وليا بقرآنك مركز لوبح السياقة لما نها يوحي لحريرة قورك يفرينك يدقشاب إنت لحريرة تبا قرآن هو فآدو بضياء كلمة واتقوا الله ولله كبقى محايا لي رقمك يسوق مد هل بيك سما ماها ونلجيه وحي ستاندر ماها وحل لي هاي كو لابو سدح أفرع ماها حالة دمركو اسكو مد ماها اسكو ديغان ماها اسكو الظروف ماها اسكو الجنسيات ماها اسكو دقن ماها اسكو عادات ماها ولا كل دوي تانو للي اوضيق مليونير كا قوي كالظروف دون تهي مدك صعب هذا قوري داد اسكا عيرة واسكا تبا ليسا مدينا ذيرتا ويكدوون تهي مدك الاميل فوقاتك كنتي مداد اسكو ديقان كي دقن كي اللو قد آتي ويكدوون تهي مدك الشيشاية وضن كالاتك قرستي أذو جاب كذا مركو بحالة ضد ويكد وانت هاي مركات فقير تهاي مركات دائر تهاي ويكد وانت هاي مركات دائر وانت هاي حالة بحالة ضا كيس با كيس وي صدرت إلى هاي لبا كلمة ضد بو أديك سدي منا كلمة معروف وناك وناك مركو فري دي يورب للجوغو وناقة وحا سوق قليا إن مالماها عيالك أتقبتت إن وقتك إذا يبحضو إيضانا أي معرك تيدانه إذا سوق بسطو إن أطبالك يفقناها الريح ديد إن الدكامة ذا كسو أذيكتت معروفك يسوق قليس مارك يورب أفريكا للجوغي سوي كدوانتا محايا لي نلشو سي كولكتف لي ضد كلا كلاو ذاقا ترسي ضد قرابة حكتي حيقال انتو ويكولو ذاقان ويكدو انت هالكا كان سيد الله قيب صدو بيل كي ان فقاد قريقا اي واجبات كان الله قيب صدو مركا كومك قوين كرتيد اضو حقا حاس كل هانجر اما يكو جوكتو داقن كي تا حقا اتكولا داقن بيستان كل ما داقن كرتيد حان ظروف ربضان باجره عيال اسكول كالجيني وقت السوء علي وقت حلي برف وجروح حلي أنو جرين ولو بدقن كيدي ما كلاه سادر دي لبحير معروف ميدو لما يشا يجوكتو يظرفك اي كو قنعي كرتك كو قنعي الله لما يشا يجوكو يظرفك كو قنعي كر هل هو قنعيه لكن قرآن كا كما قرنا من أليفه إلى يائه سيدا اللوفة فهي مثلا أحكام الحج صوم كوكالي وإن كان وإن كان ضاد أركيسيد ما لها أن يفعل وأن تفعل ما شكو مقرنا لكن سد الضوبة إلهي فعل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
إن حقوق ذا اللي أوفي القرآن كسي قود ولا هل وكاقا هل سنة ذا نوحبه يكود دارتو قادة لكتي إنتا أغبضنا هذا لاد مقشان وفوق هذا يحيك لا صالح بحين سادرتت معناها بو هرتو آياد ومدى وإن تصلحوا قصب ما إنه هلك انخلاف أجره وحالة ذا تاقن هدي لها قاديه ولا نبديه أو لو ناجيه نويتهي وقال إله سبحانه وتعالى تلمامي ولن تستطيع أن تعدل بين النساء وحلقها الله يا وحلقها الله يا إنك مركو هل هي إنك بضم أقبه يعني الله بي إنك بضم أقبه أي علقها الله يا قرآن كان واحد مقدام إنه تعددك إن لبضي إنه أصل كدقه في سورة النساء بلو قيدنا مثلنا بقرآن كبلاب يا فإن خفت مركا لقارو بواحدة اللي هاي هل كان ولن تستطيع أن تعدل بين النساء متك يسوي متك لي يا قباي متك ترتن وكد حي حريفتن وكد حي مركا ما جرت صدرت إله بحول لي هاي وحكست هذا سنة ولو حرصتم هذا هو نسانا أنا هاي كل وقوانك سنة هاي 50-50 وحل دهان كل رقم مائيو equal one treatment تيجي هاي سوى ناس من حس هذا سو شكي ولو حرصتم بإلهي حيا لي عدالة دو أما بلقن كمرك الضمر كلا رقم من عدالة دو لا بقى يبودوي مدة فيسي كلك أه بيلا شيء أه إيه ما أعرف تي مصاريف تأ إيه ما رشين تأ إيه مدة البابا واحد حق ولا ذا إلا أوفيا يقف كونه كصب بحكر على جيابة هو سهل أنت لكن مرك قلب جو مرك قلب جو تاجين قلب جو مالهم بكجرا من باكو بارين كريسة سادرت ولن تستطيع أن تعدل بين النساء وها الإمام النسفي وحوت الإمام العدالة يغير من الأئمة العدالة القلبية قلبك كم وضع سيمي كرتان قلبك مالبو جرجرة هذا من وين تديه لهيدا من يستديه لهيدا تيسانة هديه لهيدا هذه كجرتا لكن قلبك مالبو جنجرة لكن عشاء وماش قرآن مركولة ولن تستطيع أن تعدل بين النساء أما عدالة دا في سيكالك أه يذو قفك سوء وودي كرهدو إله سبحانه وتعالى وقبقه هذا داركتين إن الله بحاسي إنك بضان له ونلشي سفر حتى أي تهي دمر كنا أي وضع شقين ويكاد حيسو إسنا واحد باعتا ماشي أن وكوق بين هذا داركتين قفك وقف عدالة اللي يمدو العدالة دو قولي وين راجيسا ويبركيسا لكن مالين كوب باللابة إنو مال وبطو مالين كوم باللابة إنو مال إنو حكليو midna oo gadaal u suxulayo marka ay marka dawladuhu ka kala baxsanayaan kadibna qallaasa iyo mudaharaad ku badanayo laana maxay maal buu bat marka cadaaladu waa muhiim waxa bin cadaalad laga sameeyo cadaaladu waa muhiim qofkii inuu ku dadwaan binaadam qofku u gaabinaya dadku isku mid maaha halka marka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sutin maama حديث كواد مركة الله بقول تدبات اللي سدحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحيل استوصوا بالنساء خيرا طمرك وناجية يعني خير يسوق الدردار محل لقوا ذا وناجية وناج سي وناج سن معركتي ولا درما فإن المرأة هوين إذا خلقت حلقة أبوري من ضلع فيربى لقى أبوري وإن أعوج ما في الضلع فيرت ماش معركتي وقلع صن أعلاه ماش أوسر ريس فإن ذهبت هدي قد قاقضت اسكت ديد تقيم إنا توسسيت أتراهد باشا قلع عن أن توسيه كسرت وجبينيسا وإن تركته هذا سيدا وقتك تنا لم يزل أعوج إنه قلع يكجر كما الزول مربو سابق قلع عنه تحالات دو مربو سيدا سيدومرك فاستوصوا بالنساء هذا بدومرك وناجية متفق عليه وفي رواية في الصحيح حكوصة أروري المرأة كالضلع هوين إذ وافيرتا أوكلا إن أقمتها كسرتها هذا شكود دي إنا توسد وجبي نساء وإن استمتعت بها هذا سكرة حيث استمتعت وفيها عوج يقول عيد وكجر ام بعد دقن كهلي كرتاوي وفي روايه المسلم حكوس اورارها دانا ان المراه خلقت من ضلع اوين اذا حلق ابو رفير لن تستقيم لك على طريقه وضوء سو هاجي ميست
معلم بموت بقوي ما نسى. فإن استمتعت بها حتى تكون رحيسة استمتعت بها وفيها عوج وحتكون رحيسة نساء يضا قلع وكجر. وإن ذهبت تقيم هذا سلو دقاق اسكت ديدين توسسدن كسرتها وجبينيسا وكسرها جبين تيدنا ما بس كلا لحين إلا هذا طلاقها في الرين كيدوي. قوله عوج بفتح العين والواء عوج وقلع. نبي يقول نسي صلى الله عليه وسلم دمر كودن سيكولوجيات كودا يموت كودا يدقن كودا نوصو كودا صلى الله عليه وسلم. حديث يرونتي قيمي سولي يوحي لن تستقيم لك على طريقة وضع كوغو تاقنان ميس مال اوغو ايمان ميس شالا ساسا دهيد يا ماه مالي محبات كلا ميس موت كمالي مال بو تاقين فيسيولوجيا هانا مالي مال بو تاقين سيكولوجيا هانا مالي مال بو تاقين حالة دو مركوا سيدا مركوا حالة يا با انا مرنا ونا كلا كولانتيد مرنا مور خلدان اتكلا كولانتيد مر لغو وناجيو مر لغو حمايو مر بسيل ولا دقمو هذه مركو حال الربا إذ بدل كا قبا داكو إماري حالة ديدون أي سات مر باي كجرتا وقتي حيت كجرتا وأستروجينات كود مركا أستروجين كود إذ بدل كده نمور كود إذ بدل قف حانا قصان استرس هاي نقوان يسو مركي أي أورك أي سيدو أفرت بلغو هرايسو ويكدوان تهي لابد تبنك ويقو هر استروجين كا markay dhali rabto xaalad kale galeysa marka ay umusho kadib wixii buluuga sugaya ilaa lix bilooda oo noocyo kala duwan soo maray xaaladahaas oo dhan ba la soo kuusanaysa maxaa ilaahi subxaana wa tacaala waa waxbuu ku beeray situation ragga ka duwan bay ku nooshay sadar ninka marka loogaga baahan yahay waana sababta gacanta adiga lagu geliyay saddexda dalqadood inaad markii aad furka tuurta isaga qarbixin oo aadan ka dhigan ul aad ku taagsatid ay noqoto mar ay kaaga dhammaatun bahasha la tuura laakiin inaad aad hadda intaad tuurtid casirka marka la adimayo marka la aqimayana aad wadaadada su-aal ku waashid maaha oo maxaa iskaa bedelay haddaad bahasha tuurtay calaqal bal sananay ka soo wareegto marka waxay ka mid tahay waxyaabaha ee runtii uu nebigu tilmaamay qalloocaasaa jiro eh waxna kama bedeli kartaan haddaad isla wax toosina wuxuunbaad wixii baad jabinaysaa un laakiin sideeda u daaybuyu sala allahu عليه وسلم مركا حديث أنا ذلك يستوصل بالنساء خيرا ودردارك النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث حجة الوداع ومواقف كالدون يعقات كالدون والنبي وكخد بذي يساق ومديس كلاها الله وحياف ربنا ويكمي تولال تنمضة ويكمي تهمد نمضة ويكمي تحقوق ذا اللي يشكل ليها حقوق ذا دمرك مركا وقت يسوع النبي صلى الله عليه وسلم ماشى ساري شرنا وحكم ذان مركا سو وسو جبنا حديث كلا بعض وحديث كلا بعض قال إيه تضبطا أفر وعن عبد الله بن زمعة عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي يخطب حوم قال النبي خطب ذيني وذكر الناقة والتي عقرها خطب ذي النبي وحكم كشاجي هالشي يعدي بقنجويسي هالشي وأهشي قوم نبي صالح قوم كيسة وإلهي وكجها اللي في صورة ذاك الدوان هذا نقول له صورة الشمس وآيات كميدي هذا إنه هرتال هي صورة الأعراف صورة الشعراء صورة الطاعة ما لك الدوان ذاك يعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي نبي وحيل إذا انبعث آيات وأقري مركي أبحي أشقاها كيدي أقول لي تي أول نصيبك الدراء إن بعث لها وحأب حيب ويهشاس رجل نن عزيز طبعا دت كيسة كل حجرة عدو كتير سغله عارم وفساد بضن وشرير منيع في رهطه ورير كيسانة رنتي قباسي كديانة أما نوعا ما أي دفاعيا مركو انت كهل بره ثم ذكر النساء مركا قيبتا انت أنا نويمن قيبتا بلان دول يشتاق نبي صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إله وحد النبي صالح ورى ثمود بقدره كده المعجزة ولا تجوح أهيت إنه يري هشان هل بع مال قصو صار بورة هشان وح يري ناقة الله وسقيها يده ورابك سجر أبح هل كم بوراب يسا يده كل كيد الله ده مالين بوراب يسا إننا مالين تكوح كتا أياد يدي مالنا إنسان ولسان إنسان وحلا وح عانك وجره فراح لا يقال
aad buu markaa uga digay. Markii nin Qudaar bin Saalif la dhaho oo nin aad u xun ahaa, ninkii baa intuu saaf qaatay kafkasi fatacaata facaqar fakayfa kaana cadaaba wanudur markuu leeyahy. ومرك الدمر إله إله في سورة هود تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب صدح ما الموت ما ينسي هدان شقل في قبانة وتلير عذابك أدو قيد بإله سبحانه وتعالى مريم ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين آية مركو إله سبحانه وتعالى تلمامي تاسو كهالي مركو الربع عبد الله بن زمعة إن هر لقو مرايد آهان كأركينو مفردات كي أي كركوب نيت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قيبتا مركو الناشا يقول ثم ذكر النساء كد من الضمر كيب وشاقي وكهضلي فوعظ فيهن مركب النبي صلى الله عليه وسلم إن وعديه فيهن في شأنهن ضمر كشأن جيودا هو نجا وعديه ونجا لحضلي فقال النبي يقول يعمد أحدكم متكين وقصديا أي وقصديا فيجلد امرأته مركز هوين إذا قراعي جلد العبد سيدا الضون الله قراع وكذا فلعله يضاجع في آخر يوم في آخر في من من آخر يوم حلا جابا جبرنا نهض ساو قراعي سيدا الضون كأو قراعي هذا أنا مركز لجارة مالين قبل كمركز دعه إنه صار الله سحر وحكر رادي الله جابا ثم وعظهم كدي منوح كوعدي في ضحكهم ضدكم مركز كقص ليان من الضرطة قفكم مركو هوا ذا سيد دايو مركو هوا كتي ماضو ضد قوات اللي وقسله تانا وحيرو لسك دايو لما يضحك أحدكم مما يفعل محو وحو إساق بصام محو وقسليا مقفا أنا هوا سوى ضعفين بعد جرته حد وقسل إسان بالنبي صلى الله عليه وسلم مركو حديث كان صدح قضب من نبي كاها خطبة داس قيب قال دي ثمود هي قيب ضمر كإن آن لقراعين وأن جعل له لتقين ما دام قفض ما انت هتقر على هذا انا احكر هذا سيد وحيا وحسبورين وي ما قروح بنا تسدحان وحكاها لي ان ان ليسكو قسلين وحن طبيعي اله سبحانه وتعالى ذاتك كباري وقاس كان قفك جيركي سكا صوب بحيا ان ان وحوالا قديم العارم كالمدى بالعين المهملة وعين وعن دبع الهين يورا وهو الشرير المفسد وكان شرط بضن افساد بضن وقوله إن بعث أي قام بسرعة سد دق دق وبح وأنا أبي هريرة رضي الله عنه على قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول حيلي لا يفرك يسنع مؤمن من مؤمنه مؤمنة هوين مؤمنة ضيان ونعن إلا بدل روح إسقبال لك أهل لها إن كره من إن كره منها خلقا هدو الضبع كنعه رضي منها آخر متكر راضي كأن قنية وقال غيره أو متكلا يعني آخر أو غيره رواه مسلم نبي يقول حتى المامية قفك سيسة ما وضحهما ما لبو كفي عنها ما لبو كحية بقول كي بكنت أن هدو في عن كنت وحمان كرا هدو صدا في عنها تضبات وحمان كرا بركو حلية هوا ذلهم خلاص تن هاي دافتو وانفري هذهن ما لهم بكفي عنته ما شاء يكفي عنته هدات كجتك تنه tana u socotay inaad ka helin baa laga yaabaa marka mar hadayba sidaa tahay wax wada kaamil aanu jirin lafdi kalena wuxuu ahaa iyaduna yaani nicin muuminka kale marka bilaad kaamil maaha qof baad deeqsi ah laakiin fulay ah qof baad fulay ah laakiin ma aragtay aan wuxuu ahaa laakiin deeqsi ah qof baa waxa laga yaabaa noocan ma carabkiisa aan laga joogi karin laakiin qof آدي أدوانك سنو دقم في عنا لكن عرب كيسا مشكلة ذا يعني قف بعض ريال عيال كي إسلانتي كيف كرية وما شاء الله لكن دي بكي سوحة ويمالك لو كحوني هايئو وكل تأدين تي جانبك لو كل تأسال هذه بحوك لو كعنا يا قف بعض حلاشة إحارام تي وكلا سارام تي وأساس مركا وحمر هدان بقل كي بقل آدان هيريني نبي مركو في ربعون ويراد قريقو ماها كلي واسدان وطنوان فريا هدهن حتى واحد عادي يضا مال عرف الجهوه يا نين با ابن عباس ابن حير انو في الاسلام تنقى مجعلي بي روح جعيله ما دري ميو مركز سيري ورسك هاي سبير مقولي جعيل كل سنة باجرة هاي سبير مركوا درسي إنا يرر كمقلان وي إما جعل لا إيو كار إما السي يا إيو
يوم أفكر رأيي وحاس أدركي سيد واللحدة إلا لبعض سنة أقوى الرئيس ويحي كالضنب ولا مركي ما نوال كلا مشغول يا ما هو الرئيس بيقول ما شاء الله ما رح سيفين بقى صوجر تكبر عصب بوضعتها لكن مركي مدد أيضا ما تحلو نقال الله يحمد حاجة وين كبر حاجة من نقاني حاجة نقاتك وأنا دول قاعدة كرتة يعني أدقبلي كرتو مركا نرشو ماها على وتيرة واحدة ماها سيدي شلقت كو قد ما انت ما نقارنشو الماء ايمانيا تكو وينانيا حكى لا ايمانيا معني اذا ما الا نعيمه ولذلك واحد حاجر ليفل لو مغعبه جرانتد لدو لبدا روح اسقبا واخ وقت وحا لغاري جرانتد ده جرانتد وا مخي مري امينيس ان خلاص كوبا يالتي انا اد امينيس ان اد يالتي مركا سو كله وحي اد ما ارغتي مركي هور اد جيلي جرتي او اد سكلفي جرتي لو جوجيني سي طبيعي ولا دقميسا iyona si dabiici kula dhaqmaysa taa marka wax la waxaad hore u heli jirtay ma helaysaa marka taas macnaheedu maaha in lagu naciimaha ama adig waxna aad nacdaymaa laakiin waa granted waa isla haateen wey taa marka qofku inuu fahmi karo mustawaha marka la gaaro saadu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay marka hadii janib khaldan ama janib xun uu ku muuqdo hawada camiim inuu guriga halka saaha kaga bixin wa qawlu yafrak maxaa laga wadaa bifatihi liyaa wa iskaani alfa ya dhakarlik فأذان الراب يف رأذان كردك يف رك معناه وحلق هذا يبغض ونعير يقال مركب حلي فركت المرأة زوجها وفركها زوجها حلق هذا يف ركها بفتح أبغضها دي فركت المرأة زوجها نكي بين عذوي وفرك الرجل زوجته نكتب نعوي والله أعلم وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو مقلي في حجة الوداع حجك سقوتنت خضبتي شعيب بنايين إلا شنبع لشيغا مر أنه خطبة ذي يقول إساقل بعد أن حمد الله مركو إلهي ومه النقي نبي سيد عادة واحد وأثنى عليه إلهي وأماني وذكر ذاتك إلهي وحسوسي ووعظ وعدي ثم قال مركا سحر ألا واستوصوا بالنساء خيرا وردو مركا وناجي وخير ودردارنا فإنما هن عوان عندكم أكتين محابيس بيكويهين يعني وعني وسيب يقول تحابسيهين سيب أكتين مركا قعنتين كجران ليس تملكون منهن شيئا كمانا اللهدين وكما هنا نسعون ليس لكم ما اللهدين وحقه داس غير ذلك وحن كاهين إلا يأتيني بفاحشة مبينة إن لي ماذا نقول مرك إلا ذلك وما حالك وضع إلا ذلك ومن الوصية نوالي إلا ذلك ومن الوصية والإحسان من الوصية بهن والإحسان إليهن إن أدوانا جسان أو آد سوى ناكسان ولا دقات أبد كل دين لكن وحكى لكم اللي هدنا ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك وحن كاعين أكتو ذكم اللي هدنا ولو لا جيد إن دون جسان مبين إلا أن يأتي بفاحشة مبين حمعت إن اللي ماذا مبين أنت مركب حمعت لا إلي ماذا وشأنك لكن أنت كهر يسا صوام وناجي فإن فعلنا هذه سيدة سميان فهجروهن في المضاجع كغشة كغه جروه كغتك كغشة مركب اللي هاي وصرتم باتكد جسايو حقا إصوفهم باتجوكتا قولك لما أديست وضربوهن قراع ضربا غير مبرح ميدانا داوعينا صميب النبي صلى الله عليه وسلم يري ورجوا روحي ديه جيرين تصبح يري عمامات يوم بي ديه جيرين فإن أطعنكم هدي إلين هجان سماننا فلا تبغوا عليهن سبيلا ودهوا راسانينا اسكت دينا إن تكسي حد قدبتان ألا برارو جيم إن لكم على نسائكم حقا دمركين حق بات كل إلين ولنسائكم عليكم حقا دمركون حق بإلين كل إلين فحقكم حق أت كل يدهين عليهن ضمرك وحوية ألا يوطئن إنيسا سود الإستاجين فرشكم ققشين من تكرهون عدد كهانيسا ولا يأذن آني وأقلاني في بيوتكم قريهننا لمن تكرهون عدد كهانيسا ومحلق وضع مركة قريه سينو سنسوقل انقفة ذلك الربين يوحد كهانيسا يوحان محرم هين سنسوقل قريه مركون ننك كم قيه هاي إذا المحرمة هي ماشي مسوق لي كرت ولا الكيب ومبسوق لي كرة أبيه ويلي ده شيء أبتجد ويسوق لي كران لكن ولا الكيب بسوق لي كرة إيو
waxa la wixii ma aragtay aan maxram u ahayn diintu marka ma ogola marka xuquuqdaas isku leeydiin alaa wa haquhunna alaykum haqqa idin kullayhin wa mahay an tuhsinu ilayhinna inad wanajisan fi kiswatihinna marashayntu wa wixii xiran lahayn dara wa ta'amihinna wa hayuni lahayn rashinna inad wanajisan rawahu tirmidhi wa qala hadithun حسن صحيح حقوق رسول النبي صلى الله عليه وسلم تلمام تاسا لغول ليه تاسا يقول ليه ده مركا قبرنا مرة الباب حالة فراه ديسان سيغا واه إني سنكتغين وناجي شرفتي إني سنكتغين دي ويرادو هبل ما أركي كارو قريقا قفكا كو ما أركي كارو واه إني بني أقبالي كارتو حاد دي ده يأي واسمو حيواك على لأي من محل قريقا مسود بي وغاتها قفان محرام هيني ماشي نسوق الهبل بو آهاي المعدير بان هيني ilma abtiba nahayn isku kalaas baan nahayn isku saasaan nahayn iyo ma aragtay may maanta meesha lagu caweynayaa ama meel hawshaas ma hawl diineed ma hawl aqli galana ma waana sida sharciga iyo diintu marka ay tilmaamayso taas darteed takara waxa la mid ah iyaduna in uu yiraahdo waa shaqaysataay kan kuma siinay iyaduna waa khatarteed ay leedahay tanna waxay ka mid tahay waxyaabaha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu qadardan qawluhu awanin ay asiyaratun كوح كوح بيسوي جمع عانية بالعين المهملة عين اللي بعد العين وهي الأسيرة سيدي قفك الله صوت تحابتي الله صوت قفها شيء أنه تصرف أول هين من دقاق كرو ميل مآدي كرو الدنك لمقب سنكرو هل كلا فريسو فريسانا يوحي الله سيو قادنا دمر كوا ساسو كلا قربة كو صحة ريستي أنا كو قبات تيري مركزات معركتي هل كا المكا قشو بيسا حقا سيجوكتا قف سيدا صوت كلا وهذه ميل كوكو حيران وكوكو حيران إن الحقوق كتب متسادون تتكيشين معها الأسير والعاني الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير نبي قاوحو كم مثالين يا هوين إذا ما دام أي سوهز جليس حكم وذيجي يضعون حكومة أسير بوكالية لقن كاس ساسد معناها أكتي ساسي أكتي نكيهين وروانا جير نبي قاوحو حتى المامي قولوا هل استيرين ليه الستيرين ويل بوليها إن اللي سله يسمبو تلمام إن هل أضي أوليه تلمام إن هل هو قامي أوليه تلمام قبل الرأي جيدنا ومهم تلاذي ومهم بل القرآن قبل تلمام في سورة البقرة مركو إله سبحانه وتعالى ليه فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما هدي لبدي والد أي ربان إن إلميه الناس كلا جو ينوجي أنت لقى جوجي لا بس أنا كهر لا بس أنا وكمبلت أنت لا ربع أفر لا تنبلو لكن هدي أي دعوة كهر إن مركا لقى جوجيو إلهي بحليه فإن أراد في صالا هدي ربان لو دي ولد شرب على قوانا هدوه في صالا إن لجوجيو نوجنتي عن تراضي منهما ولا بدو راضي سجع وتشاور يقع تشتي مركا وحلماء تلمامان المل النوجين يا حل اللي هلا وضع فريس راوند تيبل هلا جا وضع هلا تلا جان هلا جا صار صار وح اللي جيل له ما هو ملاين سو أمورت أنت إذا كبضا هل كل لو جوري لها ماشي للدي لها عيالك مستقبل كودا عيالك يسقول كل جين لها عد جوري إيمان لهيد بيرش سيد الله كله هبين لها جوري بيش ما حلو شو كردينا وح وح وويمو مركين لا جا وضع هلا مركا يودينا دهديد معها adu wal wa qaba meesha joog talooyin talay u baahan talaaki go'aanka ugu dambeeyay qodagaas kale laakiin talada in la dhageysto waa muhiim man marbay ma aragtay tala qurux badan kugu kordhin karta taana inaad ogaatid mid kale guriga internally waxa runti guriga loogu yimaada dumarka guriga iyo habeyntiisa iyo meesha sariirta dhigi lahayd iyo meesha kabarka armaajada dhigi lahayd iyo waxa faragashan wixii decor internal design ka iyada u daa kullay uun dumarka maadaama xoogaa istaroosku isaga badan yahay maalmo meel ay weeyna saasareed iska dul qaado maalmo meel baa armaajada taalisa iska dul qaado maalmo meel baa lagu guurinayaa maalmo meel u guuraysa hadaani dibadda ku meel wadan kale ku geeyin xaafad kale kuurar isla guri ku dhex guuraysa maanta dhanba waa iska caadi maxaal istaroosku ee keenay marka aduu isaga dul qaado waxa sariirta mar walba u soo jeedaa dhihin farxad ka qaad meesha lagu dhigo aduu iska baaris ka noqo guri marka joogtid wax hadal ha soo celinin iska tartiib sabuuq badan ha gelin laakiin markii wuxuu ay noqdaan wax diin meel laga dhacay iyo hawlo kale markii ay noqdaan meeshii laakiin inta kale dabaal iska dhigo meesha iska joog si guriga kugu socdo hadithi sanad waxa Muawiya ibn Hayda radiyallahu anhu qala wuxuu yidhi qultu han ya rasuul allah ma haqqu zawjati ahadina alayhi huwa haqqa mitkan ay
حاسكي سكول هذا قال في أن تطعمها إذا طعمت إن تقودي سيد مركات أدو قود أد حونيس وتكسوها إن أدرق جديد أما أد مرة شيء سيد اكتسيت أدو هدي أدر قشاني سيد وأدر مركة أد مركة أرد بحيس أدقنا ولا تضرب الوجه وجهنا لبيغن أو قراعن ولا تقبح هنا العنادين قبحك الله وانكل عدين عاين ولا تقبح عاين ولا تهجر إلا في البيت هدات قولي هدات كتجي سيادة كي جرونيس قولي جمويا مالك لها آدين مالك لها آدين حافظك لها أقولين مالك لها دي حناق جرو حديث حسن رواه أبو داود معناه وقال معنى ولا تقبح أي لا تقول قبحك الله عدين هذا واحد الذي يدي قبحك الله وعي أي ذا سأل الذي كورن قفك مركة يد انتول لعنضة ماشي كسو جيد لعنضة وأبيه دو حكا الشيغة وهو يدو دعوه وريرك يدو حكا الشيغة وشرفت يدو مالو قاسي دعا عدنا ويدو تهمة وما عندنا شكي يعني مقو روح بلنا لأنه قفك بن آدم قريق مركة جوكت وين تريس النقن وهذا قفك أمني جيسي لأن قفك وانو نرات دريما نرات ودريما مركة هذا لا نحن هنا ترادة بضان إذا هذا لك ترادة بضان يوحي سالسامي إلا ما أنت أن كل شيء يكتب مقو روح بلنا إذا نصاص وكالة إن هذه عيالك بإن الله عنا ده اللي وضع لما أقلا مركة النبي يقول صلى الله عليه وسلم حقوق ده سالس كل ليه حقوق ده سالس كل ليه هاي مركة هذه الجاكت كوينتر كهد كذا تيت إذا نوينتر نحن باقى بنا يسال الله صعو كبه وينتر كمركة كذا تيت إذا نوبا هانتا وجو مركة سمر لقرا مركة خفيف زيت كاجر ولا أكيد ولا يبا هاي وجو الكا أنت هو أنت إله سبحانه وتعالى كسر هذا وحي أنت أود هذا نقطة قاقصة لينفق ذو ساعة من ساعتي ومن قدر عليه رزقه مركي لكن قفكي إلهي كؤت كي وحي إلهي وسيوم بكب حين سوى النبي صلى الله عليه وسلم حديث لحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا مؤمنين توحى إيمان دميسترا أحسنهم كود أقوى ناقصا خلقا حق أخلاق وخياركم كون أخيارت أنا خياركم وكو أخيارت أهل النساء هم دمر كود رجى دمر كوناجي أي أخيارة رجو وكل النوع نبى وحلاقة مركو دي بده جو نن أت الضبع في عنو قعم فرانو شيء كبضانو سوشيال أو لبعض إسقاط نحج عليه عدالة دي سي وناجي سي سو وجي ما شاء الله عجيب مركو بنا كتاعي شاهي سقاب بحنا قد سقاب بحنا تدكي سيا الأرضي وسوكيني لكن قولي وجمع بوس وقم طريرا مركو قال يسوع أسلاه ده عيدا به جامين يدقال بوس على وقليا هذا الير هذا الوين بجوابي كلمة دعوه الرئيس وانو وجوهن جب وجوهن جب إنه يراد معركة وان كفرية كاب يرى ماشي على جبر دوس كتعبان حالة دي ده إنه قاد لقى مجاب عيال كإنه معركة ولا تري تاريد لقى مجاب إسكت ده عن تأنو كريمة وكريم كراء لكن إنه ميسك حتى صوصار حتى دياره ما جعنتي سنة العقدنا بندق بوكو إلى ليشيل المسيدي مسيح سو هلي كرا لكن بنا كمرك وجوينا في فرمة مركا النبي صلى الله عليه وسلم مركا أخيار نماذو ما أها تنا دي بدل لجوكتي أخيار نماذو تنا تقولك لجوكتي نينك مركو قولك إس أخيار كوي هدي بدل أخيار كون نقاني مركا سيباشو إسكين إسا ومعدلا نرأي فرد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث تضباد عن ياس بن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول حيني لا تضربوا هقراعين إماء الله أدوم هذا إلهي فرها كقاضي يلا قراعين مركا قعنتو إن قفك كسوها رئيسا إذا معقول ما هذا حديث إن له يلا قراعين يلا قراعين أيا آد أبضا مركا لابر ديقوه مدى قراع يدو شيقيس وحالب أمني كبحة مركا يتماذا فجاء عمر عمر بايو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوي صلى الله عليه وسلم فقال مركو حيري دائرنا النساء على أزواجهن يا رسول الله هذا كو هيوي معناه ما أنت لا يعني قراعي سأقول لها دو مركي رقو دي كل ردين كي سيئ الله صبح وماشات كديرة حلقة يلا دو مركي سيد الله يعني قراعي نهل كل كوليو دو مركو أنه كل ردين فرخص في ضربهن مركو سيد النبي وقال هذا ضربي وقال هذا قراعي وقال هذا فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاسا وحاسا أسو هريري نبي أهل كيسة نساء كثيرات كثير ضمر فربن بايمد يقول مركو ذي لصوك لبحن يشكون أزواجهن يقول رك كدعوني
فهمي كرتا صوما مركو هرا وخا لا يان لا تابان كد عمر الخطاب يا رسول الله نغسو ديرينا مخان كيلنا بل حوغا بل اسك حنجفي مركي ليري دمر كيو سوده ايا غوري النبي صلى الله عليه وسلم بل سا اسو هريره يمشي يمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو خيره لقد اطاف بآل بيت محمد نساء كثير وحما هريره نبي صلى الله عليه وسلم غوري جيسم دمر فربضان يشكون ازواجهن كعبانية رجو ذا كعبانية ليس أولئك بخياركم هذا هو قوة دد وناكسن معها ضد كي دمر كسر عبانيان يعني. أي كأشتكون يان يعني. دد وناكسن معها بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا دقي سنة يا دمر كي كلمة بيليهن وحي أي ماشي لي ما ولا دقي سنة يا وحانو إني بالانس النقضان oo ay noqdaan rag waxa jira baasha ay ugu baxdo inuu wax feera mooyaan shaqo kale aan lahayn ama hadduu cabsan yahay shaamsham yahay oo hawada ka baxsan yahay ama hotline uu yahay khadka uu ku jiro gacanta waa la soo taagay taana waxay ka mid tahay waxyaabaha aad aan quruxda badnayn oo diin ahayn caqligan ahayn dumar iyo waxa jira jugto wax kale aan ku shaqeyn in la garaaco mooyaan midba laga sheegi jiray إن أضيع ترافيك قبل جتيبه اللي ترافيك هذا ما عندنا مودة تاني وارد الصبح إلا ظهرك أدوكي دور ورك إلا عصر كل ماشي تاني فريم بقى صوتا مر بقى عارف وساو سيدا يا صام إيه هو كل الك أوكي ماذا مركو كل الك مركي ماذا يقولي هو صلاة وما له مركز سكالر كيس كلا الله دسا مركو هو بريس كيرة هذا كذا كي بهش مركز إلا مركز أم بان صحيح كنا مركز بيا أوكي نسا بحيس أوكي نسا وأنا شذوذ inta ka horeysa waxa laga yaabaa inaysan waxba inaysan soo dhaweyn ilmihim gacan in la qaadaayo maaha caqli maaha wax wanaagsanna maaha iyadoo la wada hadli karo oo ma aragtay si wanaagsan loo wada hadli karo ayaa wax lagu xallin karaa nebigana waa tan hadduu leeyahay inaa subxi garaacdba habeenki waa rabtaa wax ka raadisid maaha waxaas qowluhu dha'irna wahuwa badlu bidaalin leh mucjamatin maftuuxa daal la dhibceeyey uma hamza مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أيجي ترأنا لرذين قولوا أطاف إحاطة نحن كسو قبلنا حديث أقدم بايا وبابك سديدات بقول سديتنا عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه الدنيا ذات أركيسان الدنيا لن على صوك ومتاع وأسكر راح وخير متاعها راح هذه وقوناك سن الدنيا لا دانا المرأة وهويني الصالحة هويني ذا صالحة ذا إيه صوبا إيه وناكس روح مسلم وقفك إلهي سبحانه وتعالى قري أسو قلية نلوش مركوة كامل عسان كول ولين مركو مقيها مركو جوغ عسان كول ولين وحو عن لها وحو عبي لها يبعو حرن لها عسان كول ولين أولادها أي تربية ذا يعني كمول ولي وهو خير متاعها والنبي المرأة الصالحة هل كاسو النبي قتل من رواه مسلم بالله التوفيق